الا كنتي كتحلوني على الياس باش يطلع كراد في الخدمه غير نساي. الياس ماشي دري صغير. حياه اختي فين باغا توصلي؟ مالنا على هادشي كامل؟ واش وصلنا لهاد الهضره؟ واش جبتي الياس في الموضوع؟ اش هادشي كديري؟ فين باغا توصلي كاع؟ فين باغا تطيري وتوصلي؟ انتي عارفاني مزيانه شنو كنسوى وعارفاني ماشي من داك النوع نهائيا. وكون كنت بغيت كراني ما عرفت فين وصلت. انا مازال الدليل انني مازال خدامه بحالي بحال البنات، ماشي كبرانه عليهم. كبرانه بزاف عليك، واخر مره بقات تهضري معايا بهذه الطريقه، احترمي راسك. علاش مالي اختي انا ما كنحترمكش؟ ياك عطيك استقارك، ما كنجيش كاع جهتك، انت اللي ما عرفت مالك معايا، واش عندك شي مشكل شخصي معايا ولا شنو؟ هاي 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 كبر لك الشان ولا تتغوتي عليا، شهدوا عليها شهدوا عليها. وحيدي هذا التليفون ما يكون نهضر معاك، يلا خدمتك. واش انت مريضه ولا مالك؟ بحالي التليفون انت شاريه ليا؟ والله العظيم الا جيتيني في الخدمه والله تنقسمك على جوج. غوتي زيدي غوتي زيدي، هما كلهم شاهدين عليك. حياتنا على الشيطان عافاك. خليني شوفوا فين بغات توصل الخدمه. زيدي قربي عليا. بلاتي انت اللي هزيتي هذا التليفون ونحتيه. دخلي سقوا راسك انت. ها يلا وكل وحده داها في خدمتها. دابا هادي شنو خصها هاد؟ والله انت عندك السهران قسما بالله. انت عندك فين على الشيطان حياتي؟ حياتي حكاره بعدو مني. صافي تلقوا مني البنات، خلوني عافاكم ترونكين، خلوني ترونكين عافاكم وصافي. دابا يخلوني.